أنا سأقرأ أو ما لا سأقرأ، سأذكر عناوين تبين أننا هاجرون للقرآن، وأن شكوى النبي عليه الصلاة والسلام هي شكوى صحيحة. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يا أخي ما نعرف، يعني لو أخذنا موضوعات القرآن، في موضوع الإيمان، موضوع الشياطين، موضوع المجموعات البشرية، موضوع لنأخذ موضوع التاريخ الذي هو الآن عندنا، تحدث القرآن الكريم عن أحداث تاريخية غيبت تماما، غيبت تماما من السيرة والمغازي. مثلا قوله عز وجل، طبعا من بداية المغضوب عليهم ولا الضالين، لكن نأخذ آية، مثل آيات أوضح في سورة البقرة، عندما يقول الله عز يتحدث الله عز وجل عن فئة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، إلى آخر الآيات. هذه فئة حذر منها الله عز وجل من الآية الثامنة إلى الآية 20 تقريبا. نحن اعتدنا أن أي آية مثل هذه على طول نحشرها في عبد الله بن أبي والمنافقين من الأنصار، بينما سورة البقرة نزلت قبل أن يسلم هؤلاء. سورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة، وعندما يقول الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لا شك هؤلاء منافقين، لكن ليسوا منافق الأنصار، لأن هذه السورة نزلت قبل إسلام، لأن لم يسلم عبد الله بن أبي ولا ومنافق الأنصار لم يسلموا إلا بعد بدر، وهذه نزلت قبل، وفيها تحويل القبلة، وفيها سورة البقرة. إذن هذه فئة أخرى. هناك اقتران عندما يقول في قلوبهم مرض، عرفنا أن هذه الفئة موجودة من العهد المكي كما في سورة المدثر: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. القرآن محكم إحكام شديد، ولكنه لا يزيد الظالمين ولا المتكبرين إلا خسارة. ولذلك لم نكتشف، ونحن نظن أن القرآن الكريم 90% منه نزل في أبي جهل وعبد الله بن أبي فقط، لا ننظر إلى الجماعات التي تحدث عنها القرآن داخل الجماعة المسلمة، وتحدث عنهم بوضوح: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، وفي آية أخرى كفروا بعد إيمانهم، وفي فطبع الله على قلوبهم. أين هؤلاء؟ سؤالي لكل مؤرخ: أين هذه الفئة التي حشد لها الله عز وجل كثيرا من الآيات؟ ابحثوا في كل القرآن من أوله إلى آخره، ستجدون تحذيرا أكثر من التحذير من الكفار الأصليين، وأكثر من التحذير من اليهود، وأكثر من التحذير من النصارى ومن المنافقين. هذه فئة، هناك فئة، ما هي؟ أنا شخصيا لا أستطيع أن أحددها تحديدا كاملا، لكن هناك بعض الرؤى مع البحث، لأننا لم نتنبه إلى تدبر القرآن إلا مع الوقت، إلا قريبا. يعني نحن معظم أيامنا في الأسانيد، وحدثنا فلان، وماذا قال يحيى بن معين، وماذا قال ابن المديني، وما أشبه ذلك. القرآن الكريم مهجور، فلذلك عندما نرجع ونحدد ونبتعد عن التفاسير مطلقا، نحاول أن نبتعد عن التفاسير، لأن التفاسير هي تبع لتلك السلطات الأموية وغيرها التي غيبت عنا أو أرادت أن تغيب عنا الحقيقة، ولعل لها مصلحة في هذا التغيير. فعلى أي حال، لا أحب أن أطيل هذه مقدمة، ثم نكمل إن شاء الله. شكرا.